أي 86. كنا قد وقفنا قبل الصلاة عند قوله رضي الله تعالى عنه وكيف لا، وقد اختلفت سيدنا الشيخ الجافير. نحن نصلي العشاء إن شاء الله. نعم يعني نصلي المغرب، نعم خلاص بكره إن شاء الله صلاة المغرب، وننبه عليها مشان احنا نفسنا نتبذل في الدرس، ننبه على 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 طلبة العلم إن شاء الله. خلاص خلص الدرس وروح اقرا كتاب خطيب دعوات. بكره ان شاء الله السيده زينب بعد صلاه المغرب صلوا هناك شملنا الختاميه يوم الثلاثاء، بندعوكم الى البدعه الحسن. خلاص فمن كان سلفيا لا يذهب. السيده هتقوم بيها هنحتفل مثلا بسيدنا الحسين عند سيدنا زينب، ما دام ذكرنا القرينه خلاص. الشيخ اسمه الشيخ ابو هاشم بعده الناس شو عنده لحيه في عشاء، بس طبعا ما بصرحش بكده. ايوه هو ده المبتدا الكبير. صلاة المغرب هناك تحشرون عند المنبر بعد زيارة المقام. ومن شك سيدة زينب ومن شك في هذا فلا يحدث، إن كان ليس عنده نية حسنة ما يجيش. أنت تعال وبعد كده استغفر اعتبره جنبك. تعال يا عمي يعني السلاسل لحم هذه، تعال اعتبره معصية وبعد كده تقول. هنذكر اسم الله عشان ما حدش حلو، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف لا وقد اختلفت هذه الامه المشرفه وحدها في العقائد اختلافا كثيرا. طبعا الامه الاسلاميه لم تختلف في العقيده، اصول الدين واحده خلاص. والله تعالى يقول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم يبقى معناها ليسوا ايه من المسلمين او ليسوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في اختلاف ولكنه ايه ليس في ايه في اصول العقائد او ليس في اصول الدين، وكلهم من اهل القبلة. يقول حتى انها افترقت على 73 فرقة. البعض بيقول انه هذا العدد لا مفهوم له، المراد منه الايه؟ التكثير، كما قال تعالى ان تستغفر لهم 70 مرة. ليس المراد يعني لو استغفر 80 او 75 حيغفر لهم، حتى لو استغفر لهم 1000 مرة. فالمراد منه الايه؟ التكثير، وليس منه الايه؟ وليس المراد منه العد الايه؟ الحقيقي. ثم انه هذا العدد اللي هو الثلاثة اللي هو 71 مش معروف في الملة اليهودية، يعني 10 فرق مش معروف هذا العدد، وليس معروفا ايضا في الملة ايه النصرانية. ففي اشكالات كثيرة جدا في متن الحديث واسناده والكلام في صحته، وكذلك في اشكاليات تاريخية يعني البعض أجاب عنها والبعض لم يجب عنها. ولكن هناك حديث آخر عكس هذا الحديث إنه كلها في الجنة إلا واحدة. لماذا نفعل في هذه الحالة؟ ثم إنه هذا الحديث ليس يوجد في القرآن ما يفيد هذا المعنى، ولا يوجد أيضا في في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وهما الكتابان الموثوق بهما المعتبران في الصحة وفي درجة القوة. ما فيش في
في صحيح البخاري مع حرص الإمام البخاري كان شديد الحرص أن يروي ولو حديث واحد في أبواب الفتنة، وهذا الحديث على خطورة ما فيه كان البخاري لم يرويه. الدليل ما الذي يفيد هذا؟ أنه لم يصح على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. وقلنا الذين صححوه من غير من غير الزيادة. فعلى أي حال هنا الشيخ بيقول والمصيب منها فرقة واحدة. فلو حملنا الحديث على الصحة يبقى معناها فرقة واحدة هي المصيب والفرق الأخرى مخطئة ولكنها معذورة لأنها لأنها مجتهدة اجتهد. ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم بأن جميعها في النار إلا إلا واحد. وأيضا فهذا القول يؤدي إلى أن حظه، يعني القول يقصد بالقول اللي هو قاله مين؟ اللي هو ابن ذكري، يؤدي إلى يؤدي إلى حشتين. يعني عندنا تأديتان، يؤدي إلى يؤدي إلى أن الحظ يعني حث الحق سبحانه وتعالى على النظر في آيات كثيرة ما دامت المعرفة حاصلة لكل من اسمه مؤمن. بمعنى كده كأن ربنا بيأمرنا بتحصيل الحصر، حيؤدي هذا القول إلى هذا المعنى. ويؤدي كذلك إلى أن ما قرره الله تعالى الأدلة اللي هي أقامها على الوحدانية وعلى البعث وعلى النبوة تقرير لما هو معلوم للنبوة. وأهل النظر والتحقيق يقولون إن تقرير المعلوم ضرب من الجهل. حاجة معلومة تيجي تفصل لي وتوضح حال وأنا عارفها، يبقى إذن هذا القول الذي قاله ابن ذكري، مع أن ابن ذكري طلع بريء في الآخر، طلع غيب ما يقصدش ليه الذي حمل عليه من أجله الشيخ، هو لا ينفي التقليد، ولكن قول ابن ذكري معناه أنه سهل وأنه يمكن تحصيله إلا أن عبارات الناس تتفاوت. فهنا عندنا عندنا تأديتين. يلا شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عائشة رضي الله قوله لا تشرفها أي بعضها وهو الماشي منها دون الكافرين والمبتدئ. ما الأمة كلها مشرفة، مش بعض، كلها، كل أمتي صلى الله عليه وسلم مشرفة بإذن الله تعالى وكلها ناجية. ويحمل التفرق على أمة الدعوة لا على أمة الإجابة. يعني إيه السر في الترتيب؟ يعني هم اليهود 71 والنصارى 72 وبعدين احنا 73. يعني مثلا لو كان اليهود 70 واحنا مثلا النصارى مثلا 120 واحنا مثلا 230، يبقى في ايه؟ انما كون العدد يجي مرتب معناه انه كل الفرقه اللي بتيجي بتكمل على اللي قبلها. هذا هو اللي انا فهمته، مش عارف انتوا فهمتوا كده ولا ما فهمتوش. يعني اللي بيجي بيكمل على اللي قبله، ده معناها وصلت عدد الفرق او عدد الملل عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منذ خلق الله الدنيا وانقسم الناس واختلف وصلوا ل 73. ده اللي انا فاهمه. أمة الدعوة في 73 ملة في العالم اخرها الاسلام، يعني بنكمل ورا بعضين بدليل انه قاعد العدد زي ما هو من ساعة الاسلام لحد الان 73. والا النبي صلى الله عليه وسلم متوفي لكم سنة دلوقتي؟ 1000 قريب من 1500. مفيش حاجة ظهرت جديدة، ما كملناش 75 ليه؟ مفيش ملة تاني ظهرت، ما كملناش حتى 74، يعني العدد زي ما هو. هذا دليل على انه انه التفرق في في أمة الدعوة.
لأن النصارى واليهود وكل من على وجه الأرض من ملل وديانات مخاطبون بالإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهم يعني أهل الأرض جميعا من أمته، لأن الدعوة موجهة إليهم. من آمن فهؤلاء هم إيه؟ هم الذين استجابوا، دول أمة الإجابة، فلا يحمل التفرق على أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة كلهم إيه؟ موحدون وكلهم أهل قبلة. شوف الصوت ضعيف أنت برا، الصوت اللي هنا مش باين، مش ظاهر من عندك، مش من هنا، ليس من عندي. يلا يا شيخ محمد. قوله فرقة واحدة في أهل السنة والجماعة، وأنا أيضا لا يعجبني أن يقال عن أهل السنة والجماعة فرقة، مش كده؟ يعني التفرق ده يعني في من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، أما من بقي على المتابعة وعلى منهج السلف فلا يقال لهم فرقة، دول السواد الأعظم. يعني مثلا مجموعة المسلمين أمة الإسلام، جماعة طلعهم بمذهب أو برأي كده إيه فرقة، دول جماعة تاني راحوا إيه برأي أو بطريق فرقة، وجماعة تاني عملوا إيه فرقة. طب والسواد الأعظم الذين لم يتبعوا هذه الفرقة ولا هذه الفرقة هم دول إيه؟ أهل السنة والجماعة، فكيف يقال عنهم فرقة؟ ولذلك في بعض الناس بيعمل ايه؟ يكتب في الفرق، الفرق الإسلامية، فيحط نمرة واحد من الأشاعرة، دول مش فرقة، دول أهل السنة والجماعة. الفرق في أهل الأهواء في اللي اختلف، إنما الذي بقي على المتابعة. طب ليه انت عملت لي الأشاعرة فرقة وما عملتش ليه السلفية فرقة؟ ما حطتهمش ليه في الفرق؟ سمعنا؟ ما ينفعش. لا عاوز يقول لك انه هم ايه هم الايه هم الفرقه الناجيه. اذا طالما عمل الفرقه الناجيه، وفي الاول حسب الاشاعره المعتزله المرجئه مش عارف مين يعني معناها ايه، كل ده مش ناجي. ما دام ابتدع بيك يبقى انت لازم الناجيه تكون اخر واحده، افهم. وبعد كده يقول لك لا ده الاشاعره قال من أهل السنة لما يزنوا عشان المصالح وعشان التعاون الدولي، يقول لك من أهل السنة. ها؟ ومن هذه ليست إيه تبعيدية هنا. يعني بالجميل نهوى. يعني هو يقول لك معلش زي بعض، خليهم من أهل السنة. يلا يا مولانا. قوله ولهذا أي كوني مصيب فرقة واحدة. قوله حكم أي أخبر. قوله إلا واحدة أي ما تكون النار من حيث الفروع، فلن تكون لها من حيث المخالفة في الفروع إن لم يحكم عقل. يعني هو بيقول إيه؟ إلا واحدة هي أهل السنة والجماعة، ولهذا أي لكون المصيب فرقة واحدة أخبر قول واحدة فلا تدخل النار من حيث الأصول، فلا ينافي دخولها. بشوف الشيخ هنا بيقول إيه؟ يعني الواحدة دي المستثناة، دي الفرقة الناجية، مش هتدخل النار دخول الكفار، لكن ممكن تدخل من حيث المخالفة في الفروع إن لم يحصل عفو الله. يعني قال لك حتى الواحدة دي ممكن تدخل النار، يبقى كل الأمة في النار حتى الفرقة الناجية، بس الفرقة الناجية تدخل النار عشان إيه؟ عشان تعذب على الفروع، ما بيصليش ما بيصوم، وليس إيه على الإيه الكفر. فهذا التفسير مش ماشي معانا. عاجبك انت التفسير له؟ لا الحمد لله. قوله ايضا يا اخي فرق اخر على بعض المعاصرين، قوله امر بتقصير الحاصل فيه ان بعض المعاصرين ادعى ان المعرفه، ما هو صاحبنا ده ابن ذكري، ما كانش الشيخ ينزل له من زور، ما كانش يقبل الفرق، كان راجل عالم وراجل طيب، لكن المشايخ بيتغايرون.
لما يجي واحد الشيخ يتكلم عن شيخ ثاني لا تقبل، خلاص، لأنه أهل صنعة واحدة يتنافسون ويتغايرون، يقول لك ده ما يعرفش حاجة في العلم، والثاني يقول لك عليه ما يعرفش حاجة. فإذا خدنا بقول الاثنين يبقى ده عارف ولا ده عارف، كده حيضيع المسألة. فأول ما يقول لك ما يعرفش حاجة يقول ماشي زي ما هو اسكت، وحتروح عند ثاني حيقول لك نفس الكلمة. كلام الأقران يطوى ولا يروى. لا ده حاجة صعبة، حاجة يعني صعبة جدا، كلام جاهل. قوله أمر بتحصيل الحاصل فيه أن بعض الحاصلين ادعى أن المعرفة الحاصلة في كل منهم، فلا يلزم أن يكون الأمر بالنظر أمرا بتحصيل الحاصل إلا إن ادعى أن النظر حاصل من كل أحد، فهو لم يكن ذلك. يعني حتى قول بعض المعاصرين اللي هو ابن ذكري لما ادعى أن المعرفة حاصلة لكل مؤمن، هذا ليس معناه أن يكون الأمر بالنظر أمرا بتحصيل الحاصل إلا إن ادعى أن النظر حاصل من كل أحد، وهو لم يدعي ذلك. الذي ادعاه أن المعرفة حاصلة ولم يدعي أن النظر حاصل، يعني هو في صحيح في معرفة لكن لا يلزم من وجود المعرفة وجود النظر، لأنها قد تكون حصلت بطريق آخر. واللازم له على تقواه الأمر بتحصيل ما هو سهل، وهذا لا ضرر عليه. يعني الرجل ما الذي نستطيع أن نلزمه به على حسب دعواه؟ الأمر بتحصيل ما هو سهل وهذا لا ضرر عليه فيه. الرجل سهلها، الرجل يعني رحيم وعنده يعني شفقة على الناس خاصة على العوام، فسهل علينا المسألة وقال ما تخافوش ده كلكم علماء وكلكم عارفون وما فيكمش مقلد. ليه؟ لأنه أنتم بتستدلوا بالصنعة على الصانع. طب ما هو النظر العقلي أكثر من هذا؟ إذا كنا نستدل بالأثر على المؤثر وبالصنعة على الصانع وبالفعل على الفاعل وبالكتابة على الكاتب وبالخلق على الخالق، مش هو ده اللي انت عاوزين؟ عاوزين أكثر من كده إيه؟ هذا هو التأدية الثانية، يعني أقول لك وكذا ما قرره، يعني وكذا ما قرره الله تعالى في كتابه. يا ربنا قرر لنا في القرآن أدلة الوحدانية وأدلة البعث، يعني مثلا في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله، مثلا في سورة لفسدتها، في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ده بيقرر هنا دليل الايه؟ البعث، أدلة الايه؟ النبوة، كل ده مقرر في القرآن. قوله وكذا ما قرر إلى آخره، أو كذا يؤدي إلى أن ما قرره إلى آخره، وكذا رابطة لما بعدها، يعني لما تسمع كلمة كذا يعني بتربط اللي قبلها باللي بعدها، يعني هذا الأمر وكذا الأمر الآخر. وكذا يسموها ايه كلمة كذا دي؟ ها يسموها ايه؟ رابطة لما بعدها بما قبلها. وما قرره الله مبتدأ، وقوله تقرير خبر تقرير، وما قرره الله تعالى في كتابه تقرير لما هو معنى تقرير، ده خبر، يعني في مبتدأ وفي خبر. قوله تقرير إلى آخره، قد يقال لا يلزم من القول بأن كل مؤمن عارف أن ما قرره الله تقرير لما هو معلوم، بل هو تقرير لما يسهل علمه. رجعنا لكلام مين؟ ابن ذكري. ابن ذكري بين رجل ده سر باتع، له كرامات الرجل، يعني كان الشيخ هنا في الحاشية بينتصر له. قوله وهذا أي ما ذكر،
مش ما ذكر، أي ما ذكر من التأديتين. وقوله وأيضا فليس الخبر كالعيان، يعني خبر بعض المعاصرين بأن كل مؤمن عارف، قوله كالعيان بكسر العين أي المشاهدة. وقوله ونحن، ونحن إيه يا شيخ محمد؟ ونحن قد شاهدنا كثيرا ممن لم يأخذ في هذا العلم وله نجابة في غيره لا يحسنون العقائد تقليدا، يعني نحن شفنا ناس ما اشتغلوش بالعلم ده إنما عندهم نجابة، يعني عندهم نجوم وبراعة في علوم أخرى كالطب والهندسة، لا يحسنون العقائد تقليدا، يعني ما ينفعش مقلد، فضلا عن أن يحسنها بالنظر. هو بيقول كده شيء، احنا شفنا ناس زي كده، بيقول وشاهدنا كذلك بعض من أخذ في هذا العلم ولم يتقنه، بل كمان شفنا ده مش في اللي هو لم يأخذ العلم ده وله نجابة في علوم أخرى، قال بل رأينا هذا في من أخذ في هذا العلم دون إتقان. ده اللي عالم واللي مش عالم واللي نص عالم كله مش نافع. أمال العامة جاي قال لك ده رحيم في 60 ده هذول سيبك منهم. يا هو بيتكلم على مين؟ على المتعلم، بس اللي تعلم علوم تاني غير العلم ده، واللي دخل في العلم ده ولم يتقنه فهم ما ينفعوش ايه، لا يصلون الى درجة المقلد، فضلا عن الايه عن العارف. يلا شكرا. قوله وأيضا فليس الخبر كالعيان أي خبر بعض المعاصرين لأن كل مؤمن عالم، قوله كالعيان كسر العين أي مشاهدة، وقوله ونحن إلى أخيه أي لأن شاهدنا بعض المؤمنين على خلاف ما أخبر به بعض المعاصرين. ومعلوم أن يعني بيقول هو بعض المعاصرين هو الشيخ ده الشيخ ابن ذكري ادعى انه ايه كل مؤمن ايه عارف، مش كده؟ قال احنا شفنا من بعض المؤمنين، شو بيقول كل على خلاف ما اخبر به بعض المعاصرين، مش كده؟ هو السنوسي نفسه حكى حاجة عجيبة، قال مرة وجد امرأتين ستين كبار كده عواجيز من بلاد ومن بلاد، فواحدة بتقول لها ادعينا ان ربنا يغفر لنا، فقالت لها احداهما تقول الاخرى ان ربنا يغفر لنا، فقالت لها يغفر لنا ان وفقه الله الذي خلقه، فكان تعتقد ان الاله مخلوق به مصيبة مش هينفع معاها يعني ولا الامم المتحدة، خلاص انتهينا. فقال احنا شفناه وعاشرناه، فكيف يدعي الرجل ده المضروب في دماغه ابن ذكري يقول كل الايه المؤمنين عارفين؟ طب ما احنا شفنا ناس وما عندهمش حاجه من ده كده، وجاب امثله كثيره على ذلك، لدرجه انه بعض الناس لما يشوفوا سحاب يعتقدوا انه ده سيف من سيوف الله، او يعتقدوا انه ربنا حيحارب، يعني بيعتقدوا اوهام وحاجات لا تتناسب مع جلال الالوهيه والربوبيه. ومعلوم ان الموجبه الكليه بنقيلها سائله كليه، هذا يعني هنا عندك في موجبه كليه، فين الموجبه الكليه يا شيخ محمد؟ اللي هي ايه؟ كل مؤمن عارف. وما دام بيقول احنا شفنا بعض المؤمنين او بعض حتى اللي هم دخلوا في العلم وسابوا العلم ده، يبقى هذا ايه؟ سلب جزئي. يبقى اذا في موجبه كليه تنقض بالايه؟ بالسالبة الجزئية. يعني هو بيقول كل ده موجبة كلية، كل مؤمن عارف، يقول لك لا هات السالبة كده، بعض سالبة بعض المؤمنين ليس بعارف. يعني وحينئذ فإخباره بعض المعاصرين اللي هو ابن ذكري باطل، لكن قد يقال اقتضى هذا الحكم على كلام بعض المعاصرين من الإقبال لا بالمعاصية،
لكن قد يقال مقتضى هذا الحكم على كلام بعض المعاصرين بالبطلان لا بالأضعفية، يعني المقتضى الكلام ده انه يحكم على هذا الكلام بالبطلان مش انه ضعيف باطل. قوله قوله مما لم يأخذ بهذا العلم، أي مما لم يحصل بهذا العلم وهو علم الكلام. قوله في غيره يعني هو عاوز يقول لك ايه، وله نجابه، هو ما تعلمش علم الكلام بس عبقري في النحو، في الصرف ما لهوش نظير. يعني هو بيقول لك ولكنه ايه له نجابه في غيره كالنحو والبيان، يعني في النحو عفريت يعرف، يعرف الالفيه كامله، يعرف الشاطبيه، يعرف ما لا يعرف. انما لما تيجي تقول له حاجه في علم الكلام ما يعرفش. قوله لا يحسنون الاعطال الى اخره، اي بقولهم يعتقدون اعتقادات فاسده. يعني إيه؟ لماذا حكم عليهم بان هؤلاء الذين لهم نجابه في العلوم الاخرى او انهم اخذوا في هذا العلم دون اتقان لا يحسنون؟ قال السبب معروف، هو ان لهم اعتقادات فاسده زي الست اللي كانت بتعتقد ان الله له اله اخر يخلقه، وحينئذ فكيف يقال كل مؤمن عارف؟ وعاوز ينسف كلام ابن ذكر من اساسه، كيف نقول كل مؤمن عارف؟ قوله كذلك اي ان لا يحسن العقائد تقليلا الى اخره. قوله ان العامه شاكرهم مما لا يعتدي الى اخره. بس هو سؤال يا شيخ محمد، يا شيخ محمد السؤال ده، هو جعل الجماعة دول لا يصلون إلى مرتبة التقليد، يعني مش مقلدين ومش عارفين، لما مفيش قسم ثالث، ما هو يا إما مقلد يا إما عارف، هو قال لك ما وصلوش للتقليد، يبقى دول إيه دول؟ يعني كأنه هنا بيقول يعني حتى التقليد ما ينفعش نسميهم مقلدين. طب يلزم من نفي التقليد أن يكونوا عارفين، ومن نفي المعرفة أن يكونوا مقلدين، وما عندناش يعني حاجة ثالثة. ما هو لا يخرج عن التقليد، ممكن يكون المقلد برضه مقلد زي تقليد النصارى، مقلدين وعارفين دول مقلدين وكده. والتقليد يا إما يكون مقلد حق أو مقلد باطل، الاثنين واحد، ده مقلد وده مقلد. يعني مثلا المقلد في الفروع مش مقلد، لكنه على حق ولا باطل؟ على حق، واجب التقليد حبر منهم. انما هو هنا بيقول لك دول مش مقلدين، وفي نفس الوقت نفى عنهم الايه؟ المعرفه. يعني هنحطهم في دائره ايه؟ يعني هنعمل زي المعتزله، هنخليهم في منزله بين المنزلتين. طب نعمل ايه في الحال؟ قوله أن العامة إلى آخره مقابل لمحبوب، أي ما ذكرناه حال خالف العلماء وهو قليل. ده حال من خالف العلماء اللي عنده شوية علم يعني، وده قليل. أما العامة اللي هم الكثرة. قوله العلماء أي علماء الشريعة. قوله أهل الطيب هم العلماء، بحسب المراد. يعني خالط العلماء أو خالط أهل الخير، ما أهل الخير هم العلماء، بحسب المراد. ويبعد يعني أنه يكون المراد بكلمة وأهل ومخالطة ممن لا يعتني بحضور مجالس العلماء ومخالطة أهل الخير. المراد بأهل الخير مين؟ هم العلماء. بس هنا بيقول لك في احتمال يكون المراد بهم الاولياء، فقال لك لا ده بعيد. ليه؟ قال لك ويبعد ان يراد بهم الاولياء، لان شانهم عدم التعليم للعقائد. يعني شان الاولياء دول ناس مكاشفين، يعني ناس كده عندهم علم لدنه، فما لهمش دخل بالمسائل اللي بلاش لازمه. يعني مرة واحد ايه يعني مثلا هضيع لك الكلام ده كله من اساسه. واحد راح للايه؟ للامام النووي،
إمام النووي وكم من الأولياء وكم من العلماء برضه. فيقول له إيه؟ ما الدليل على الله؟ فقال الله هو الدليل. فقال فما بال العقل؟ طب العقل؟ قال العقل عاجز، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله، مش هيوصلك. أو ده كلام الأولياء ما يبحث، ما يدوروش على إيه؟ على الموضوع ده. عاين أو شاهد أو كوشف. يلا. قوله تفسير. يعني ما يقول لك العامة أكثرهم مجسمة. ما يقول لك إيه ومخالطة، يتحقق منهم اعتقاد التجسيم والجهة وتأثير الطبيعة. يعني أنا برا نفسي شفت كان واحد من مشايخنا في الأزهر وكان قاعد كده نائم على ظهره كده، كان الدنيا قيلولة يعني في حر شديد، وحاطط رجلي على رجلي كده ورافع رجلي كده، فجاءت امرأة ومرت كده عليه فراح شتمت الشيخ، قالت له يعني ألا تستحي ترفع وجهك في وجه الله؟ فهي بتعتقد تجسيمه أو بتعتقد الجهة وتأثير الطبيعة. تمام؟ يعني إيه تأثير الطبيعة؟ يعني كما قال الشيخ الدردير رضي الله تعالى ما يقول للطبيعة أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. في ناس بتعتقد تأثير الطبيعة يعني في إيه؟ في مطبوعها، كما يعتقد أن الماء يروي يعني يحدث الإرواق، أو الطعام يشبع، أو السكين تقطع، أو النار تحرق، وهكذا. يبقى الله تعالى جعل تلازما بين الأسباب وبين المسببات، تلازم عادي، ولكن المؤثر الذي يخلق أو يحدث الأشياء عند وجود هذه الأسباب ليس هو السبب. ولو اعتقدنا تأثير السبب فهذا نوع من الشرك، لأنه ده معناه إلغاء لوجود الخالق. السبب ومسبب خلاص، ما فيش مسبب، فالسبب هو ربط عادي. يعني أجر الله تعالى العادة أنها إذا وجدت النار ومست ورقا أو شيئا يحترق فيقع أو يحدث الإحراق بخلق الله لا بتأثير الإيه؟ السبب. فالذي يعتقد بتأثير الأسباب أو أنها علة والمسببات معلولة، من يقول بالطبع أو بالعلة، فذاك كفر عند أهل الملة. قوله التفسير أي الله اسمه، فإن اعتقد أنه كالأجسام كان كافرا. يعني بيقول لك إيه؟ اعتقاد التجسيم والجهة. فبيقول لك قوله التجسيم يعني يعتقد العامي أو العوام أن الله جسم، فإذا اعتقد أن الله جسم كالأجسام كان كافرا، أما إذا قال جسم لا كالأجسام كان مبتدعا. لذلك الشيخ السنوسي بيقول في من اعتقد أن الله جسم أو أنه المسيح فهو كافر. ليه؟ لأنه ما فيش فرق بين اعتقاد الجسمية وبين اعتقاد كون الله تعالى هو المسيح، لأن المسيح عبارة عن إيه؟ جسم. بس طبعا في من جماعة السلفية من قالوا بذلك أو من أثبتوا الجسمية ولكن لم يثبتوا لفظها، وإنما قالوا هو إيه؟ هو إيه يعني جابوا اللازم ما يلزم من كونه جسما، اللي هو مثلا إيه؟ التحيز والانتقال والحركة إلى آخر، فهذا يلزم عليه أن الله تعالى جسم. ولكن في سؤال أنا قرأته في كلام الشيخ محمد المزالي، بيقول سئل ابن القيم طبعا ده من تلاميذ ابن تيمية، هل الله جسم؟ فقال الإجابة هي التوقف، ما ينفعش التوقف له. يعني هو يقول لك يعني نتوقف من ناحية الورود، لم يرد لفظ الجسم، إنما لا يتوقف من ناحية المعنى. ففي هذه الحالة طبعا التوقف في هذه لازم ننفي نفيا قاطعا،
ليه؟ لأنه لو كان جسما لما انتفت المثلية بينه وبين المخلوقات. يعني الله تعالى قل ليس كمثلي شيء. طيب إذا كان جسما يبقى إذن ماثل الأجسام كلها في أنه جسم، يبقى إذن هو مماثل للأجسام، فإن الأجسام كلها متماثلة في الجسمية، فكيف ننفي المثلية؟ يبقى وجب ألا يكون تعالى جسما، لأنه لو كان جسما لدخل في الأجسام، والأجسام مركبة وحادثة، فيلزم من ذلك أن يكون حادثا، ويلزم أن يكون له محدث ولمحدثه محدث، فإن توقفنا كان الدور، وإن استمر الأمر كان التسلسل، وكلاهما إيه باطل. يبقى لا بد من نفي الجسمية نفيا قاطعا، لازم، ما ينفعش نتوقف نقول الله أعلم، يقول لك أفي الله شك يقول الله أعلم، لازم تنفي إيه، ما ينفعش في العقائد التفويض هنا قطع في الأساس. قوله والجهة أي عليا، لأن الشأن اعتبارها لا سفلى، يعني اللي بيعتقد أن لله جهة، طبعا الشأن كده بالطبع أنه بيعتقد أنه في جهة أو في الجهة العليا، لا يعتقد أنه في الجهة السفلى، يبقى إذن معتقد السفلى كافر اتفاقا وفي العليا خلاف. وتأثير الطبيعة وكون أفعال الله تعالى معللة لغرض، وكون كلامه نعم نعم أصل السفلى كفر لي عشان فيها إهانة وتحقير، يبقى هو في السفلى وأنت في العليا خلي عندك زور، إنما العليا فيها نوع من التعظيم، يعني كأنه لا يرضى أن يكون فيه إلا في الجهة العليا، إنما اللي يعتقد في السفلى ده يبقى مش فقط كافر، كافر وكمان مش مؤدب. فعشان كده جرى الخلاف فين، أما من حيث أن هذه جهة وهذه جهة الحكم واحد، مدام إثبات جهة سواء كانت عليا أو غير عليا الحكم إيه لا يختلف. بس هي اللي خلاها اختلف في العليا لأنها تناسب الايه التعظيم، أو أن ظواهر النصوص تؤدي إليها فهو معذور. ده أنا قرأت في القرطبي نفسه على جلال القدر في الإمام القرطبي، قال والحق أن القرآن أو السلف لم يقولوا بنفي الجهة بل بإثباتها، إذا كان عدت على القرطبي مش هتعد على كده، قال ده الصح مش نفيها ده إثباتها، وهنعمل ايه في الآيات الموجودة في القرآن زلة. قوله وتأثير الطبيعة من يعتقد تأثيرها كافر. لكن ايه الفرق بين الجهة والمكان؟ طبعا إثبات المكان ده ما فيهوش كلام، إثبات في الجهة هنا، ايه الفرق بين الجهة والمكان؟ يبقى الجهة أنت لا تحل فيها، إنما المكان بتحل فيه، يعني أنت في مكانك هو إيه ما حللت فيه، وهو في نفس الوقت جهة لغيرك، يعني مثلا المكان اللي أنت فيه ده تعتبر إيه الجهة اللي هي تحاز الرأس فوق، يبقى هنا في جهات، لكن المكان يبقى هو مكان وجهة، يعني يشتركان وتنفرد الجهة وينفرد المكان، فبينهما أي بين المكان والجهة عموم وخصوص. قوله وتأثير الطبيعة من يعتقد تأثيرها كافر. قوله من أهل البارية وكذا الفقهاء. ما يقول وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء على كفر معتقدها وبعضها اختلفوا فيه، وكثير من أهل البادية ينكر البعث، يعني في ناس مسلمين وبيصلوا في الجوامع وكل حاجة في القرى وفي الريف، ناس جاهلة ينكرون البعث، يقول لك مش حاجة اسمها إيه بعث،
وقد أخبرني بعض من أثق به أنه سمع ذلك صريحا منهم. سمع كده. قال وبعضهم ممن ده كمان بعضهم فاتح كتاب ويحفظ قرآن. وده كان بيقول لك إذا يحفظ لفظ القرآن يعني لا يعرف معناه، يعني حفظ القرآن كده كألفاظ. قوله من يحفظ لفظ القرآن أي ولا يعرف معناه، يعني يحفظ لفظ القرآن لكن. ولقد حكى لي بعض أصحابنا مثل ذلك عمن لا يظن ذلك، عمن لا يظن به ذلك ممن يتعاطى العلم بتلمسان، يعني كمان وله أصل في رياسة العلم. ده كمان بين وصل يعني بين شيخ إسلام هناك أو يعني منزلة حكي عنه ذلك. قال وصرح لي بأن رأيه اللي هو أصبح رأس في العلم ده وقع في مصيبة، قال صرح لي بأن رأيه وعقيدته والعياذ بالله منه ومن عقيدته نفي المعاد البدني، هو ما نفاش نفى حشر الأجساد، يعني تابع رأي الفلاسفة، يعني اللي هو إنكار إيه الحشر الإيه الجسماني بالجسم كرأي الفلاسفة، مش كده؟ بثلاثة كفر الفلاسفة العدة، منهم إيه إنكار حشر الأجساد، يعني أبعدهم الله تعالى وأخلى منهم الأرض. قال وجادلت، يعني كمان قال دخلت معاه فيه، وجادلت في ذلك مرارا فطبع على قلبه ولم يقبل، صمم على إيه؟ قال وأظن أن المصيبة جاءت الرجل من مطالعته بعض كتب الفلاسفة قبل إتقان علم التوحيد على شيخ عارف، يعني هو قرأ في كتب الفلسفة قبل ما يتعلم التوحيد. هذا وهذا شأن المتمشدقين، التمشدق يعني يملأ فمه بالكلام فيتشدق، وهذا شأن المتمشدقين الخائضين فيما لا يعنيهم قبل إتقان ما يعنيهم. وزادوا على العامة لما المتمشدقين بالجدال، العامة يسكت يعني دار جهل، إنما ده يجادل ويدافع والتكبر على الإنصاف للحق، ومن ثم حرموا، يعني حرموا من الهداية ما دامتهم بإجابة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير، اللهم أدخلنا في زمرة المفلحين في الدنيا والآخرة ولا تهلكنا مع الهالكين يا أرحم الراحمين. وبعض المقلدين ينطق بكلمة الشهادة من غير أن يعرف معناهما، أولى أن من غير أن يعرف معناهما أو لا أن يميز الرسول من المرسل. وفي مثله وقعت أجوبة علماء بجايز، بجايز بلدة في الجزائر أو في المغرب وغيرهم من المحققين أن مثل هذا لا يبرد له في الإسلام بنصيب، والعاقل في الحقيقة من أنصف من نفسه. فوالله لولا فضله تعالى وتوفيقه لمخالطة العلم وأهله لما كنا نحسن عقائد الإيمان بمجرد التقليد فضلا عن النظر، ولكنا في أودية من اعتقادات أهل الباطل النهيم. فيا عجبا لعاقل يجهل الضروريات حتى لم يشعر بحال نفسه قبل مخالطة العلم، ولا شعر أو شعر بحال العوام. ومن أعرض عن النظر جملة، خلاص نقف هنا أخرى أو نقف عند إيه، وبعض نعم لسه وبعض المقلدين ينطق، نقف عند يا شيخ محمد عشان دي مسألة تانية اللي هي إيه، النطق بالشهادتين من غير إدراك المعنى، يعني من غير ما يعرف العقائد المترتبة عليها، دي مسألة تانية فنقف عندها. ولكن عاوزين نسألكم، فكروني بعد الدرس هل نكمل عشان أيام الامتحانات ولا نتوقف؟
لكن إذا توقفنا مش هنعود إلا بعد شهر رمضان إذا أحيانا الله تعالى. فشوف أنتوا يعني إذا كنت هتستمر وما استمر عودين تتوقفوا فهذا من باب أول. يلا قال المحشر عن الله قوله مثل مالك أي يختار الحق ماشي وله أصل أي شهرة يعني ليه شهرة مشهور تمام قوله قال أي بعض أصحابنا قوله وصارها أي ذلك الشخص الذي لا يظن به ذلك وهو العقباني من تلمسان ما هو بيقول ممن يتعاطى العلم من هو ده العقباني فين ما كانش جاب اسمه عشان ما تلقاش غيبة قوله وعقيدته أي معتقد عقد تفسير قوله البدني أي الروحي يعني ينكر البعث بالأبدان قوله ينكر البعث البدني ما ينكرش الايه الروح يلا قوله واخذل الى اخره تفسير لما قبل وليس المراد ابعده مع وجوده قوله وجلدته اي ما تعبده فقوله في ذلك اي رايه الفاسد فاتيت له بالادله وهو ياتيني بالشبه يعني الشيخ يجيب له ادله والثاني يجيب له ايه شبه بس بيعتقد انها ادله انا شفت برضو واحد من المشايخ الكبار بس مش عاوز اذكر اسمه بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما اسرى به ما اسرى بالجسد وانما اسرى بالروح بيأكد على كده بيقول ده ضد قوانين الطبيعه ما ينفعش يعني بينكر المعجزات بيقول كده شيخ كبير جدا يعني مش بالصغيرة أكبر حاجة مثلا في بلاد تانية مش عندنا لا هو يقول لك بعبده ما يلزمش انه بجسدي يقول حتى بعضهم يقول لك تحول إلى جسم أثيري زي الأثير كده ينقل الموجات الصوتية ولم يصبح له جسم حقيقي أمال فين فين اللي هو الإسراء لما صعد السماوات كان إيه يلبس النعلين صلى الله عليه وسلم حتى قال الشيخ النبهاني بيقول موسى لدى القرب في الدور نود يخلع مش كده؟ قال وأحمد على القرب لم يؤمر بخلع نعاله حتى قال بيقول على رأس هذا الكون نعل محمد علت فجميع من في الكون تحت ظلالها سعد بن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمة لمثالها ألف قصيدة جميلة جدا الشيخ النبهان ده كان من كبار المحبين رحت زرته أنا في بيروت مدفونة إمام من الشيخ يوسف النبهان أيه تعرفه؟ له كتاب اسمه شواهد الحق اقرا هذا الكتاب في استغاثة بسيد وله مجموعة النبهانية مليانة قصائد وله تقريبا سعادة الدارين في معجزات السيد الكحلي جميلة كان قاضي في المحكمة المدنية والجماعة اللي هناك كفروه قالوا عشان بيحكم بغير شرعي قاضي مدني مش قاضي شرعي في محكمة بيروت فقال كده يبقى كافر قوله كتب على قلبه الكتب عليه بحيث لا يصل اليه ما ذكرتم له من الادله لمنع الحجاب قوله ان المصيبه التي رحنا زرنا الشيخ النبهاني وزرنا الإمام الأوزاعي الإمام الأوزاعي في بيروت ليه مسجد إلى الآن موجود قوله أن المصيبة أي العقيدة التي يعتقدها سمى العقيدة بتاعته مصيبة ما هي مصيبة فعلا طبعا هينزم عنده الإمام أبو حامد الغزالي كفر الفلاسفة عشان ثلاث حاجات منهم دي واحدة منهم قوله وهذا أي نكر من مطالعة كتب الفلاسفة إلى آخره
قوله المتمشدقين، المتمشدق الذين يملؤون شدقهم أي فمهم بالكلام. يملأ لك إيه فمه كده الكلمة عشان كأنه يعني بين أنه يعني راسخ. قوله وزادوا أي أنهم وافقوا العامة في عدم حسن العطاء وزادوا إلى يعني هم زي العامة بس زادوا عليهم زادوا اثنين بل وزادوا. وقوله على الإنصاف أي على أهله، قوله ومن ثم أي من أجل ذلك التكبر حرموا أي من النظر في الآيات الدالة على وجوده تعالى وبقية الصفات. ولذلك ذكر الآية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، يعني الكبر ده حياد دليل لقوله إيه حرموا أي الذين يتكبرون أصرفهم عن النظر في آياتي، سأصرف عن آياتي الدالة علي فيموتون كفارا غير عارفين به. فالذين لا يتكبرون على أهل الإنصاف والعارفون بعلوم الأصول والفروع توجههم إلى النظر في الآيات. في ناس كثير لا يتكبرون بل هم في متمكنون جدا في العلم، بعض الناس لشدة تمكنه في العلم يصيب الغرور أو يتكبر. شوف ابن عربي ليس له مثيل في العلوم العقلية، ومع ذلك ابن عربي ده كان يتعلم من الغراب ومن الحمار يعني كان لا يتكبر على المخلوقات وينظر فيها حتى يتبحر في العلوم، ما كانش عنده ايه الكبر، كان يرى كل الناس أعلم منه. لما دول شايفين نفسهم عشان شوية فلسفة وشوية مش عارف ايه يتمشدق بالكلام ويملأ فمه كده ويغتر ولا يسمع لغيره، ما عندوش انصاف. والذين لا يتكبرون على أهل الإنصاف وهم العارفون بعلوم الأصول والفروق وجيهم إلى نظر في الآيات فيعرفونني حق المعرفة فيموتون على أحسن حال. اللهم أدخلنا إيه في زمرة المفلحين أي أدخلنا الجنة في زمرة أي في جماعة المفلحين الفائزين في الدنيا بمعرفة الله وفي الآخرة بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. كأن المسألة بتبدأ بالنظر النظر العقلي وتنتهي بالنظر إلى وجه الله تعالى، يبقى لازم نسلك طريق إيه النظر لأننا مأمورون به في كتابنا. سيبك من كلام آيات القرآن تحثنا وتدعونا إلى النظر وتفكر، قل انظر ماذا في السماء أفلم ينسوا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلا ينظرون. آيات القرآن تحث على ذلك واجب. نعم خلاص هنقف عنده وبعض المقلدين، بس هنختم بالصلاة السلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله
لسه.